طبعا واحنا بنختم محاضراتكم نهايه السنه دي، طبعا كان في احداث كتيره كانت حقيقه عام 2023 كان عام مليء بالاحداث على كل الاصعده السياسيه والاقتصاديه والثقافيه حتى والرياضيه وغيرها. وايضا كان عندنا توقف السنه دي فيما يتعلق بالشق السياسي في منتهى الاهميه، ليه علاقه ب طبعا دخول الحوار الوطني واستمرار جلساته اللي نهزت من 60 ل 70 جلسة، وتم مناقشة أكثر من 70 قضية وفقا لأمانة الحوار الوطني، وكانت منبر جامع لكل الأحزاب السياسية والتيارات المختلفة حتى بعض التيارات المعارضة أو الأشد معارضة، وصولا إلى المشهد اللي تكلل أيضا بالانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة. تفاصيل سياسية كتير عشناها هذا العام، وبداية تحرك للمياه الراكدة في الشأن السياسي المصري والحزبية المصرية، ودور أكبر للأحزاب بدأنا نشوفه، وهو نتيجة يعني زخم شهدناه هذا العام من أطراف مختلفة وبدعم القيادة السياسية عشان نقدر نتحرك للأمام في هذا الملف الحقيقة اللي تأثر بالأحداث اللي عشناها على مدار العقد الماضي، وطبعا ما شاهدناه من أحداث جسيمة مختلفة ألقت بظلالها طبعا على المشهد السياسي والحراك فيه. خلينا نروح محرككم لهذا التقرير بيستعرض أهم المحطات السياسية هذا العام ونرجع نتناولها بالنقاش. حالة من الزخم والانفتاح السياسي تميز بها عام 2023 بدأت بانطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرجت منها الكثير من التوصيات الهامة التي وجه الرئيس بسرعة تنفيذها على أرض الواقع انتهاء بالانتخابات الرئاسية التي شهدت إقبال غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات الديمقراطية في مصر. جاءت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لتمثل خطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي، ودعوة للمشاركة في صناعة قرار نحو جمهورية جديدة والتي نتج عنها نقاش واسع داخل المجتمع المصري يجمع بين مختلف القوى والتيارات السياسية والفكرية المتنوعة داخل الدولة. احنا لما اتكلمنا على ان احنا محتاجين نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزة تتكلم مش سياسي بس، اقتصادي، اجتماعي، إعلامي وثقافي وديني كمان. وتضمن الحوار الوطني المصري القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية والمجتمعية، وانتهى بتوصيات ومخرجات تحول بعضها لقرارات تنفيذية ومشاريع قوانين هامة أحدثت تغيرا كبيرا على كافة المستويات. وقدم الحوار الوطني في قرابة 60 جلسة نقاشية 70 قضية تمس المواطن بشكل مباشر. وقبل انتهاء عام 2023 بأسابيع قليلة انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 والتي شهدت حالة فريدة من نوعها بإقبال غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية التعددية والديمقراطية التي شهدتها مصر على مدار عقود طويلة، انتهت بفوز كبير للرئيس عبد الفتاح السيسي. ومثلت الانتخابات الرئاسية بتعدد مرشحيها الحزبيين نموذجا نتشرف به في الداخل والخارج، التزم فيه الجميع بصحيح القوانين دون أي تجاوز، ورأى فيه العالم مشاركة شعبية غير مسبوقة ووعيا سياسيا ودستوريا يليق بمصر وتاريخها.